صباح النور كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم اي فيديو جديد ان شاء الله. المهم البنات، اليوم صبحت انا واختي حادقين، المهم انا كالعاده فقت وجدت الغداء للوليدات الصغار. ريان جا ترونسبورتير وانا مشيت ديت لينا. المهم ريان بقى هنا في الدار، صح اختي هي اللي عطاتو الترونسبور صافي. وقبل ما نخرج انا خليت اختي حتى هي فقت مع السبعه الصباح في نفس الوقت باش فقت انا، وخليتها كتعجن الرغيفات وخليتها خلطات العجينه ديال البغرير. فاش مشيت للكول رجعت لقيتها وجدات الطبيله. انا غنقلب لكم غادي نوريكم شنو وجدات لينا في الطبيله. والمهم انا فاش حطيت لينا حطيتها دغيا دغيا في لكول ابري تنيت بري مارك هكا كيحل مع تسعود. صبحت عليهم مع الصباح، مشيت بدلت البنات ديك البيجامه اللي كنت وريتكم داك النهار. لحقاش فاش قيس ام فريمون جاتني واسعه بزاف، حتى لواحد الدرجه ما تصورش، يعني ماشي واسعه شويه نقولوا صافا سامارش، لا واسعه بزاف. لحقاش بري مارك انا جو تروف كي طايو كبار بزاف، المهم كبار بارابور دي زوطخ مارك. يعني انا مثلا اللي غنلبس من ايطام نلبس ام مزيانه، مي باغ كونطخ بري مارك اس ديجا مزيان. اوكي فوالا، فاش مشيت لبري مارك البنات بدلت دغيا هذيك وخديت شي لعيبات. مي قبل ما نوريكم داكشي نوريكم الطابله اللي وجدت اختي. لحقاش مسكينه دارت واحد ليفور مع الصباح وجالسه كتوجد، ومولفاش لها شوق بكريا يعني، وماشي تفقت بكري هي ما نساتش اصلا، بقات فايقه كتفرج. وصلت السبعه الصباح هبطات عجنات طيبات، دابا غنفطروا. قالت لك عاد ابخي غادي طلع تنعس. انا نوريكم شنو وجدت. لقيت تبارك الله وجدت رغيفات، وجدت هنايا البغرير، حطات الطبيله، حطات الزبد، قلت لها الزبده لا عسل، الزيتون، فرماج، حطات انا لي سواسيسون، وجدت لها هي قهوه كحله. المهم اختي عندها مع القهوه، انا جنب القهوه، وقدت لينا بريريت ديالها تاهي من هنا. هي كمان دايره في النعناع ثقيله. حلي حلي سخون طويلي. واو يامي يامي. ايوا المهم بصحه فطورنا البنات، نرجع معكم بعد ما نعتق الروح. عرفتي والله الا فرحت انا راه فاشله باش نوض الصبح نوجد الفطور. المهم البنات كما شفتوا معايا فطرنا، صراحه بقيت لابسه حوايجي باش نفطر ونكمل معكم التصوير. الوغ فطرنا الحمد لله، جا داكشي بنين واخا اجي قلت لها جا مسوس شويه. المهم قالت لي لا هو هذا، قلت لها راه جا قاطع، قالت لك لا هو هذاك. اون توكا الله يعطيها الصحه، جا كلشي زوين. نوريكم البنات ما خديتش شي حاجه، كما قلت لكم بدلت غير ديك البيجامه، او ميم طون هزيت لينا بيجامه حيت ديك الخطره واخا هكاك ما لقيتش لي طاي بزاف. الوغ دابا لقيت لي طاي، هزيت لها بيجامه هكذا في غوز بيبي، وفي هاد لي كور بلون، وفي واحد الكتيبه هنا في بالكري، وبونطالون ديالها بحال هكا. المهم بغيت البنات هكا يكونوا عندها 8 ديال البيجامات مينيموم، باش على الاقل مثلا كل نهار تبدل البيجامه ديالها. حيت الدراري صغار بارابور لريان كنخلي ليه البيجامه ميم يومين ثلاث ايام يمكن ليه يلبس نفس البيجامه، سورتو انهم مكيجلسوش بها في الدار. يعني بالنهار كيكونوا في قرايه بالليل عاد كيلبسوها باش ينعسو. مي لينا كتكفح عليها الشكلاط، هي مشات تلعب بمكياج توسخات هي، يعني بعض الخطرات كنضطر نلبس ليها اصلا غير في نهار واحد جوج البيجامات ثلاثه. داكشي علاش بغيت يكونوا عندها بزايد. فاش لقيت هذه ثاني في لاطاي ديالها هزيتها لها. بالنسبه للبخيه البنات راه بحال الاخرين، حتى هي دايره غير 8 اورو، وهزيت ليها البنات. صراحه انا بغيت نمشي لديكاتلون باش نصيب نجيب ليها الحوايج ديال السبور، ونجيب ليهم الحوايج ديال لابيسين، حيت باقي ما مشيتش اصلا وجبت ليهم داكشي اللي خاصهم. مي فاش كنت في بريمار قلت اجي نهز ليها شي حاجه هكا السبور على حساب ليكول. يعني كاين جوغ في لا سيمين، واقيلا كاين نهار في السيمانه ما عرفتش. دابا قالت لي لا ما تخز، باقي ما حددوش اش من نهار بالضبط اللي كيديروا فيه السبور، كيكون عندهم السبور. رغم الاحسن انها تمشي هكا بالتريننغ، يعني ما غاديش تكون اليز اللي كانت مثلا بالكسوا ولا بلا جيب ولا هذا. يعني من الاحسن انها تكون لابسه بحال هكا سروال. ولقيت هادو حاطنهم في بريمارك، حاطنهم غير ب 4 الاورو. الوغ قلت لهما لا مش ولا لا، يعني اللهم نهزت ليها هادو حتى ناخذ ليها شي سيرفيت ولا والو. الوغ لقيت لي بونطالون حاطنهم بوحدهم، ولقيت هاد لي او بوحدهم ودرتهم معاهم. يعني يقدر هكا بما انها كافيشو غيجي مع السروال يبان بحال اونصومبل. هاد لو او البنات خديتو، المهم بونطالون البنات لقيتهم ب 4 الاورو، وهاد لو او نوك البلات 6 ديال الاورو. يعني بحال خديتو ب 10 الاورو هاد لونسومبل هكا السبور. الوغ ما خديتش ليها غير هاد الواحد، خديت ليها قلت لكم البنات ما خديتش ليها غير واحد، خديت ليها جوج، خديت ليها واحد في غوز بحال هكذا. المهم بحال اخر حتى هو بونطالون داير 4 الاورو، ودرت معاه هاد لو اللي كان حتى هو كيتباع بوحديتو باش يجيو هكذا ليها اونسومبل. المهم حتى هو هكا قضيب،
وكيبان شي حاجه هكا ديال السبور. هادو تلبسهم هكا مع دي باسكت مزيانين حتى هذا هكا 10 الاورو صافي. هادشي اللي خديتها البنات. المهم الا كنشارك معكم هادشي لحقاش متابعني بزاف ديال لي مامو وكيبغيو ياخذوا افكار لا بالنسبه للتنسيق ديال الملابس لا بالنسبه لي بري لا بالنسبه المهم شحال من حاجه هما كيقولوا لي شاركي معنا كلشي داكشي على قبل اي خطره كناخذها ماشي شي حاجه كنوريها لكم رغم ان كاين شحال من حاجه والله ما كنوريهاش لكم البنات. وابقى فاش كتشوفوها كتبقاو تسولوني فين خديتيها ولا بشحال ولا هذا. قلت من الاحسن انني نبقى نوريكم قبل باش ما نكونش نسيت الثمن ولا البلاصه منين خديتها. فوالا هادشي اللي كاين البنات. ودابا غادي نخليكم البنات مع واحد لا فيديو حيت سولتوني نورمالمون قلتوا لي ما صوره التريتمون اللي خديتي لوجهك ما بقيتيش شاركتيها مع انا هي وديال شعرك وداكشي. نورمالمون راه صورت البنات لا فيديو ولكن ما حطيتوش. راه شحال من خطره كنصور شي حاجه وما كنحطهاش الوغ غادي نهز من ديك لا فيديو اللي صورت غير المقطع اللي كنت كنوريكم فيه تريتمون وكنت كنشرح لكم عليها وكنت كنقول لكم فوالا هذا يمكن لكم تاخذوها بلا الكونساي ديال الطبيب وهذه يمكن ما يمكنش لكم تاخذوها الا لا استشرتوا مع الطبيب ديالكم. غنخليكم مع داك لا فيديو وغادي نرجع معكم لحقاش كانت باقا ناقصاني واحد الكريم وانا دابا نورمالمون جبتها. البنات رجعت دابا من لا فارماسي وبغيت غير نشارك معكم المهم هذا ماشي هو اللي عطاتني الطبيبه هذا هو ديك التريتمون اللي قلت لكم عطاتني على قبل شعري فهي سبراي. استنى نحلها نوريها لكم. خديت البنات انا هنايا تريتمون ديال 3 شهور باش نكون هانيه شوفوا اي خديت تريتمون ديال 3 شهور قالت لي كل نهار نبقى ندير 6 ديال الرشيشات هي كتركبي لها هاد الرشاشه 7 ديال الرشات هكا على الفرقه ديال الشعر وديك الساعه كيبقى يدير. قالت لي زعما سوا كنتي غاسله سوا ما كنتيش غاسله حيت انا قلت لها واش كل نهار زعما غيخصني نغسل شعري باش نبقى نرشو ليه. قالت لي لا قالت لي زعما غير ديريه ليه وصافي من كل نهار 7 ديال الرشات وديري بحال غديري ليه ماساج وردي البال. قالت لي قيس لك وجهك جبهتك يديك راه كينوض الشعر. وخديت هنايا كما كتشوفوا تريتمون ديال 3 شهور هذا بالنسبه للشعر. بالنسبه للرجليه البنات كما قلت لكم راه قالت لي عندك الكتزيما المهم عطاتني هذا البلا ديال الرجلين يعني الرجل من التحت وهذا ما بين الصبع هادو عطاتهم لي على قبل الكزيما هادو يعني ماشي كونساي ما غاديش نوريهم لكم انايا بلا ما تكونوا زعما مشيتوا عند الطبيب مي باغ كونطخ هذا بالنسبه للبنات اللي بغاو يسكرينيو ويستعملوا حيت كيطيح لهم الشعر زعما قالت لي الطبيبه ماشي بالضروره يكون زعما كاتبوا لك الطبيب يمكن لكم تاخذوا فوالا. ولكن انا زعما فاش غنجربوا غنرد عليكم شنو كاين. دابا كما كتشوفوا يلا خديت التريتمون صافي هنا البنات خديت غير الحديد اللينا وكما قلت لكم هي ما كتقدرش على السيرو الوغ قلت لهم يديروا لي الحديد كيناس ولكن هنا هذه 150 ميلي غرام هي بالنسبه ليها كثيره بزاف الوغ صاوبوا ليها هنايا غير 20 شوفوا من 150 20 الوغ قادوا لها دي بتي تجي لي صغيورين وهما اللي عطاوهم ليها. وهنايا هذه الكينه البنات اللي كتاخذ لينا النعاس واللي ديما كيقولوا لي البنات علاش كتعطي لبنتك الدواء ديال النعاس. البنات هذا ماشي الدواء ديال النعاس غير واحد الهرمون عندها هي ناقص اللي كيجيب ليها لونفي ديال النعاس الوغ كيعطيوه ليها. وكما قلت لكم هذا الشيء كله خاص الطبيب اللي يكون مثلا كاتبوا لكم داكشي ما بغيتش نوريكم السميه. واخر حاجه البنات بقات هي هذه الكريمه ديال الوجه اللي حتى هي يمكن لكم تاخذوها ماشي بالضروره زعما يكون دايرها لكم الطبيب الا كان فيكم الحبوب ولا لاكني. ونتسناو نوريكم هذه هكا باش اللي بغى يسكرينيها فوالا. هذه البنات قالت لي مجهده بزاف حتى لواحد الدرجه ما تتصورش قالت لي اكثر من دوك لي كريم كاملين اللي كانت كتعطيني قبل. قالت لي غادي خصك تبقاي تغطي وجهك لحقاش غيبدا يتقشر لك بواحد الطريقه رهيبه. المهم هذا البنات خصني نديرها على وجهي يكون نقي يعني العشيه فاش ندير ماكي وجهي ونغسلو وكلشي ابخي نابليكيها على الوجه ديالي والصباح عاد نغسلو وديك الساعه نغطي. المهم بقات لي واحد الكريمه ديال ايدغاتاسيون ديال الوجه ما كايناش عند لا فارماسي حتى الغدا عاد غادي يجيبها ليا. وفاش كنت في لا فارماسي البنات هزيت لا روش بوزي ديما كنقول لكم انا كنغسل وجهي بلا روش بوزي ولكن هذا صراحه ما هزيتوش لي انا هزيتو على قبل اللي في الدار لينا ريان ولا اختي حتى هي لحقاش ما عندهاش لاكنيته هي في الوجه. المهم هو غير جل ديال الوجه عادي يمكن ليه يستعملو ميم لي نوغيسون مارش كيبان لكم هنا ولا لا مي لي نوغيسون يعني الرضع يعني ميم واحد كيرضع يمكن ليه يغسل بيه اونفون ادولت بيبي يعني ما عنده حتى شي ضرر على على لابو. الوغ خديت واحد الفلاكون قدها قد السخط وخديتها البنات فرونشمون باشر خديتها يلاه بشي 11 اورو فاصله شي حاجه بحال نقولوا 2400 ولكن راه اي نورمال راه فيها 750 ام ال صافي. هادشي اللي كاين البنات ميلي لتر ام ال قلت لكم صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم من بعد فاش غادي نجرب هاد لي تريتمون وهادشي ويعطوني نتيجه البنات ما غاديش نبخل عليكم غادي نبارطاجيو معاكم. ولينا ما تهضريش ليا ما شيغي هادشي ها لينا البسات
كما شوف داك لا فيديو البنات حاولت نشرح لكم شويه على التريتمون هذا. المهم الا كان عندكم اي سؤال اخر بغيتوا تسولوه ليا كما نتوما كتعرفوا بلي لي كومونتير عندي مبلوكين, يعني كاع الا تلقوا كيتلقوا ساعه ولا كيحبسوا يعني بكليكم تمشيو للانستغرام اللي غنخليه لكم في البار دافو, وغادي تمشيو نتوما راني تقريبا كنجاوب على كاع الاسئله ديال البنات يعني كلهم. في حاله كاع مثلا ما شفتش ميساج ديالك بريفي يمكن لك اي تصويره تخلي تحت منها التعليق ديالك وانا غادي نجاوبك تحت ديك التصويره, يعني ماشي مشكل. بالنسبه للكريم البنات اللي قلت لكم كان باقي ما جابش ليا الفارماسي, هو هذا راه ديجا كنت شاركته معكم باش كتهيدغطي به لابو تسناوي ديال فوكس. فوالا فوالا البنات لا بغيتو تسكرينيو هذا نورمالمون كي ادغاتي. فوالا قلت لكم هذا البنات نورمالمون كي ادغاتي لابو, ولكن في نفس الوقت ما كيردهاش دهنيه, هو كي ادغاتيها مزيان حيت ديك لابو ما كتنشف. وانا الصراحه دابا راه استعملتها با مال دو فوا بارابور داك الفيديو اللي صورت لكم ديال يلاه جايبها من لا فارماسي, ودابا فاش كنصور لكم يعني كتنشف ديال بصح سورتو هنايا الخدود وهذا لونتو هكا ديال النيف وهكذا جهه لي ليفغ, حتى لي ليفغ ديالي كندير لهم واحد الكوما ليفغ دابا نشاركها معكم لا بروشين فوا حيت ما حطاش هنا حدايا. سينو قلت لكم هذا مزيان البنات كي ادغاطي مزيان لابو وفي نفس الوقت ما كيردهاش الدهنيه. فوالا هادشي اللي كاين هاد الساعه غنشارك معكم. المهم نتوما يا هانتوما معايا في لا جورني ديالي, الا درتي حاجه اخرى غادي نشاركها معكم اكيد. كبيدات بغيت نشارك معكم دابا شنو توصلت البنات بهاد السنيسله هادي ديال النقره, صراحه زوينه قلت ضروري نشاركها معكم وميم طون نعطيكم واحد الكود برومو في حالات البنات اللي بغاو ياخذوها. بالنسبه لهاد لاباج البنات كتقاد هكا سنيسلات بحال هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا مكتوبه لينا بالعربيه ومكتوبه رايان. كاين هاد الموديل كاين بزاف ديال لي موديل كتقدهم على لي بغاس على لي باك, كيمكن لك تكتب لك حتى ثلاثه سميات ولا سميه وحده ولا مثلا سميتك انت وراجلك ولا سا ديبون وكديرهم هكا بالنقره, يعني بحال هذه خديتها انا ديال النقره. سينو البنات راه كاينين عندها حتى سنيسلات اللي كيكونوا بالبلاكيور ذهب 18 الكارو, عندها ديال 14 الكارو كنظن. المهم كما قلت لكم البنات غادي نخلي لكم في البار دانفو السميه ديال لاباج باش لا بغيتو تاخذوهم, ونخلي لكم ميم الكود برومو في حالات لا بغيتو تاخذو من عندها. وعطيتو هذاك الكود برومو غادي يكون عندكم خصم ديال 10% كنظن, وي 10% ولا 20% ما عقلتش. المهم غادي نخليها لكم وفوالا بغيت نشارك معكم هاد السنيسله اللي توصلت بها البنات. اليوم اختي غير دير الحداقه كما شفتو الصباح الفطيره مقاده ودابا دارت لينا اوكي ماشي غدات لينا غراتان ياك تبغوا كولي فيديو اوكي ماشي اطون دارت لينا بروكولي هنايا البنات. شنو غنشارك معكم هاد الغراتان هنا سكتي فيه طريفات ديال البلون ديال الدجاج والبطيطه كتقطعها طريفات وكتقليها وفيه البروكولي وفيه الكريمه لينا البنات دايره حاله. المهم كيف كنت كنشرح لكم البنات والكريمه ان شاء الله غادي نشاركوا معكم. صافي درت لينا كغديوه وعصير ديال الليمون وصافي حنا والدراري راهي مسكين مريض ولينا البساله لينا البساله بارك بيدات. المهم كنت باغا نشارك معكم اليوم غير بالنسبه للتريتمون اللي البنات سولوني عليها وداكشي الاخر اللي خديت, وفي نفس الوقت شاركت معكم هاد السنيسه اللي توصلت بها. المهم البنات جيسبر لا فيديو يكون عجبكم ديال اليوم. وبالنسبه للكراتان البنات راه كما قلت لكم ان شاء الله الا بغيتو غادي تشارك معكم اختي الصوت وليكم الطريقه ديال التقديم ديالو. الا عجبكم لا فيديو البنات ما تنساوش ديروا جيم, اللي باقي ما تابوناش ولا شي تابوناش وصوت على فيديو جديد.